مرحبا يا حلوين، أول شي بدي أعيدكم بشهر رمضان المبارك وإلكم ينعاد عليكم بالصحة والخير يا رب. بفيديو اليوم رح نعمل مكياج كتير سهل وسريع مبين فيه مرتاحين وفريش كمان. إذا حابين تعرفوا كل الخطوات تابعوا الفيديو للآخر. أول شي حأستعمل السي سي كريم من سوسكن. هذا السي سي كريم قلبه SPF 30، بيرطب البشرة وكمان بيوحد لون البشرة، وكتير بحب إني استعمله لأنه بيوحد لون بشرتي، فما ببين إن أنا حاطة فاونديشن على وجهي، لا بالعكس ببين كأنه هي بشرتي بس لون واحد. شوفوا الفرق، هذا الفرق بين هالميل وهالميل. اهم شيء انكم تكون بشرتكم كمان مرطبه، حتى لو كان عندكم بشره دهنيه لازم تستعملوا مرطب يكون خالي من الزيوت، لانه الترطيب كتير مهم للبشره، بس ما ضروري انه نحط كتير مرطب على البشره، اهم شيء نستعمله مرتين بالنهار اللي هي صبح وعشيه. كمان اذا بدكم فيكم تستعملوا المست حتى ترشوا خلال النهار على بشرتكم اذا بشرتكم بتنشف كتير. من بعد ما حطيت السي سي كريم على وجهي فيكم تستعملوا كمان البي بي كريم، اثنيناتهم بيشتغلوا بنفس الطريقه، اثنيناتهم بيوحدوا لون البشره، بقلبهم SPF وكمان بيرطبوا البشره. هلا بدي انتقل للكونسيلر، رح استعمل من تارت لايت ميديوم كونسيلر، هو اسمه شيب تيب كونسيلر بالشيد لايت ميديوم، رحت تحت عيوني بس حتى هيك خبي التعب، وبرجع بدمج الكونسيلر يا بالبراش او بالبيوتي بلندر، ما بتفرق باللي انتو بترتاحوا له. من بعدها بالبيوتي بلندر بصير بعمل تابينج حتى اشيل اذا في خطوط قبل ما ثبت بالباودر. هلا رح استعمل من انواي اكس الاتش دي بريست باودر بالشيت بانانا حتى ثبت فيها تحت عيوني. من بعدها رح اخد باودر من ماكيري رقم C5، رح اخد برش كبيرة وكمان اعمل تابينج تثبت فيها سي سي كريم اللي حطيته. هلا رح اعمل حواجبه، حاستعمل من بنفيت البراو كونتور برو هيدا القلم يلي بقلبه لون فاتح والغامق وكمان الهايلايت وكمان لننظف فيه حاجبنا، هيدا بالشيد ميديوم براون، رح أعلم فيه حواجبي. من بعدها رح استعمل ماسكرة الحواجب من بنفيت اللي اسمها 3 براو تونز ورح مشط فيها حواجبي. رح احط كونسيلر على الجفن العين، رح ادمجه بالبراش. حأستعمل من بوبا هذا البرونزر الكبير كتير اسمه ديزرت برونزينج باودر بالرقم 2، ليكو قديش كبير، كتير كبير ولونه كتير حلو. سو حأخذ من هيدا اللون ببلندينج براش رح استعمله على كسرة العين، كمان ببنسل براش صغيرة رح استعمله على خط الرمش التحتاني. فيكم تخلوا لون الاي شادو هالقد بس انا بفضل اني زيد بعد اكتر، ورح استعمل من هدا بيوتي باليت، حاستعمل هذا اللون يلي اسمه امبر، رح احط امبر على الجفن كله. من بعدها برجع بدمج الاطراف بس عشان ما يبين عندي خط واحد. رح اخذ الهايلايتر من بنفيت يلي اسمه كوكي وحطه على مدمع العين من قدام. الهايلايتر انا بالنسبه لإلي بحسه هو حياه للميك اب، يعني اذا الميك اب مات ما فيه هايلايتر بحسه هيك باهت كتير، بس يكون فيه هايلايتر بحس بيعطيه حياه. ما بعرف انتو قولوا لي شو رايكم. هلا رح استعمل الفامب اكستريم ماسكارا من بوبا، ريشتها على فكره ليكو شتها شو حلوه، ريشتها بتيجي عريضه من الميلتين وبالنص رفيعه. هلا رح استعمل البرونزر من بوبا كمان، رح احطه على كل وجهي، ما رح اعمل كونتورينج، رح يعتبر كانه هذا برونزر وكونتورينج بنفس الوقت. هيبين وجهنا هيك مرتاح ومش تعبانين ومبين فريش، حاستعمل بنتنت هيدا من بنفيت، حطه هيك على راس خده من هون و
وراس خدة من هون شوي صغيرة يعني. هاخد البراش من رير تكنيك وبعمل طريقة الطبطبة. كثير عم بحب هيدي الحركة لأنه عن جد أول شيء عم حطه فوق الباودر يعني ما بيأثر علي عشان ما أستعمله تحت الباودر ويرجع يروح، فبيندمج معي بطريقة كتير حلوة وببين حتى أنه ببين وشكم هيك فريش. بعدين هاخد البلاش من نارس اللي اسمه أورغازم، رح حطه فوق البنتنت اللي استعملته، هيك فيه لمعة هيوة بسيطة فكمان ببين هيك وشكم مرتاح. كمان ححط على أنفي. هلا حأستعمل البلاينر من كيكو رقمه 420. بعدين حأستعمل الليبستيك من بوبا اسمه مات ليب فلويد بالرقم 013. فيكن تستعملوا اي لون ليبستيك انتو عبالكن تستعملوه، فيكن حتى تحطوا البنتنت من بنفت هيك تحطوه على شفافكن. انا حأستعمل لون هيك نيود كمان. هيدا هو الميك اب لوك اللي كتير سريع وكتير بسيط وما بياخد شي من وقتكم. تركولي رأيكم بخانة التعليقات تحت. اذا حبيتوا الفيديو ما تستعملوا لي لايك للفيديو، واذا مش مشتركين بقناتي واول مرة عم تحضروني ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل وتتبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام والفيسبوك. انا بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد. Thank you for watching. Bye.